الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل إلى 187 ألف برميل نفط يوميا كمتوسط الاستيرادات خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيراد الأمريكي من النفط خلال الأسبوع الماضي من 9 دول بلغ 5,319,000 برميل نفط يوميا، منخفضة بمقدار 129,000 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبق، والذي بلغ 5,448 مليون برميل نفط يوميا. وأضافت أن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 187,000 برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ متوسط الصادرات فيها 155,000 برميل نفط يوميا. أعلنت منظمة أوبك أن حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق حدد بمقدار 4,237,000 برميل نفط يوميا خلال شهر كانون الأول أو خلال شهر كانون المقبل، بعد اتفاق أوبك بلاس على زيادة 400,000 برميل يوميا. هذا وتراجع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل خسارة أسبوعية هي الثانية في شهرين مع تذبذب أسعار النفط للأسبوع الماضي. وبالرغم من ارتفاع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة بمقدار دولاراً ليصل إلى 82 دولاراً و20 سنتاً، إلا أنه حقق خسارة أسبوعية بلغت ما يعادل نسبة 1.96%. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط 7 حاويات وإحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية ومعمل شلب في منفذ ميناء أم القصر الشمالي في محافظة البصرة. وقالت الهيئة إنه بعد الكشف والتدقيق تبين وجود مستلزمات طبية لا توجد بها موافقات رسمية من وزارة الصحة، وأحبار وجدت مخبأة خلف مفروشات وعدد إنشائية، كما تم ضبط معمل شالب تم التلاعب بالوصف والوزن المصرح عنه تهربا من دفع الرسوم الجمركية، ما أدى إلى هدر بالمال العام. اشتكى مواطنون في مناطق سيطرة النظام السوري من تأخر تزويد وقود التدفئة المدعوم من قبل الحكومة خلال فصل الشتاء، وتأتي مخاوف الأهالي بعد خفض الكمية المخصصة من الوقود إلى الربع، فضلا عن المدة التي يستغرقها حصول العائلات على حصتها من الوقود والتي تصل إلى عدة أشهر، فيما أكدت مصادر محلية أنه مع تضييق النظام بخفض كمية وقود التدفئة وزيادة سعرها نشأت سوق سوداء للمنتفعين، حيث قفز سعر المازوت المدعوم من 180 ليرة إلى 500 ليرة سورية، بينما يصل سعر اللتر في السوق السوداء إلى نحو 1500 ليرة. أطلت إلى الواجهة من جديد تحذيرات في لبنان من عودة أزمة المحروقات وبالتالي الطوابير أمام محطات الوقود في ظل الخلاف المستمر على التسعير التي تعتمدها وزارة الطاقة والمياه. وقال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة إن المازوت لا يباع في المحطات لأن وزارة الطاقة تسعره على 19,000 ليرة، بينما هو في السوق السوداء أعلى من 20,000، وهم يدفعون الدولار النقدي لمنشآت الدولة النفطية، مشيرا إلى أن البنزين ما يزال مدعوما بشيء بسيط من مصرف لبنان الذي يغطيه، بينما يتم شراء المازوت بالدولار، الأمر الذي يزيد من خسائر الموزعين. ختام الموجز، إلى اللقاء.